حضرتك ندمت انه عملت وزير بيئة للصراحة؟ هلا شو كان بدي فيها هالشغلة؟ كثير ندمت؟ كثير كثير، ليه؟ على كل شيء. هو اليوم ندمت؟ ندمت لأنه عملت وزير، مش اليوم وزير بيئة. إلي ست أشهر ندمان. مش اليوم كان الأساس. بآخر فيديو كانت ندمت على اللي قلته هذيك اليوم؟ أبداً. وقت قلت للناس ما تسمعوني صوتكم؟ أبداً. طب كيف بتقول للناس ما تسمعوني صوتكم؟ مش مفروض تسمع صوتهم؟ ابدا مش مفروض تسمع صوتهم تنعرف شو لازم نعمل؟ لا بالبقى. اله قلت ما عم بيفرز ما يسمعني صوته، كفي الجمله. قلت ما ينق على الازمه، عم بيحكي عن نفايات، لا عن حريه الاعلام، لا عن حريه التظاهر، ولا عن شيء ثاني. محاضره لبلديات بصيدة عن النفايات، بدكم نتسلى وناخذها لغير محل. لحكيت عن علاقتنا باسرائيل وعلاقتنا بسوريا. لا بس كان الكلام ثقيل على اللبنانيه. تقيل او مش تقيل، في كثير ناس عم تفرز بس مش عم تلاقي مطرح تحط النفايات المفروزه. جوزيف في حلقه ثانيه اكيد ليلي ما رح حكي، في حلقه ثانيه رح نحكي عن هذا الموضوع. هذا الموضوع لما اكون هربت من جوابك. انا اللي قلته قلت للي عم بيفرز كفي الجمله، هيدا له علي. قلت له علي، يعني انا مسؤول الشعب اللبناني، كل مواطن صالح له علي